قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أمر سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء، فإن الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبلي بعض الناس ببعض، فأمر بإعداد القوى والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدة وعليهم قوة، ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا. قطاف الأفاني. قطاف الأفاني.